سفينة سافيز مملوكة لشركة خطوط الشحن الإيرانية وصلت البحر الأحمر أواخر عام 2016. وفقاً لبيانات تتبع السفن، تمركزت قبالة السواحل اليمنية منذ ذلك الحين، لكنها انجرفت قبالة أرخبيل دهلك الموازي لأريتريا. تقول إيران إن مهمة سافيز المساعدة في جهود مكافحة القرصنة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، غير أن المعلومات تفيد بأنها سفينة تجسس عسكرية تابعة للحرس الثوري. وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فإنه على الرغم من تصنيفها تقنياً كسفينة شحن، إلا أنها تعتبر أول سفينة عسكرية سرية يديرها الحرس الثوري، وهي معلومات أكدتها تقارير استخباراتية غربية نشرت في 2019 أفادت بأن السفينة تمارس أعمالاً مشبوهة، وقدرت حمولتها بنحو 170 ألف طن، مشيرة إلى أنها تحمل حاويات وأجهزة مراقبة متقدمة لتتبع سفن الشحن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر. بينما أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي في سبتمبر 2018 رصد وجود نشاط مشبوه لسفينة إيرانية تسمى سافيز، وبين آنذاك أنها تتمركز في البحر الأحمر على مسافة 95 ميلاً بحرياً عن ميناء الحديدة، وإضافة إلى 87 ميلاً بحرياً بالقرب من جزيرة كمران اليمنية. قال أيضاً إنها تدير العمليات العسكرية للميليشيا الحوثية مستعينة بتسجيلها تحت غطاء تجاري، مؤكداً أن حمولتها تحوي منظومة اتصالات فضائية وأنظمة مناظير وتنصت، إضافة إلى أسلحة وقوارب سريعة تقوم بتحركات مشبوهة، وهو ما يثبت أنها سفينة عسكرية.